كيف يمكن والوسائل المتاحة لتوعية المواطن خاصة في ظل ظروف ربما تكون حرجة وبمخاطر عدم النزول والمشاركة بشكل فعال في هذه الانتخابات القادمة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة العربية وبمصر على وجه الخصوص؟ والله حضرتك أنا هبدأ من النقطة ديت إن إحنا أولا لازم المواطن يحس بكمية المشروعات اللي موجودة على أرض الواقع، وأعتقد إن المواطن النهاردة حاسس. يعني مصر من 2013 إلى يومنا هذا كمية مشروعات تقوم على أرض الواقع المواطن حاسسها، سواء في الطرق سواء في الكباري. يعني أنا هتكلم على محورين مهمين، محور 30 يونيو، وده محور دلوقتي المواطن بيقدر يشوفه على أرض الواقع. تم المرحلة الأولى الانتهاء من حوالي 48 كيلو، وهذا المحور يربط بين الوجه البحري والوجه القبلي، هيكون نقلة نوعية. ثانيا المحاور، يعني السيد الرئيس بتوجيهاته اليوم هذا حوالي 3000 كيلو متر تم رصفهم وتم تجديد الطرق والكباري، وأكثر من 135 كوبري موجودين. دي بالنسبة للطرق والكباري والمشروعات الخدمية على الطريق، دي قلت من الحوادث دي، أعتقد المواطن حاسسها. يعني إحنا مفروض نوجه، يعني إحنا دورنا المرحلة القادمة في توعية المواطن إن إحنا بنقدم له رسالة شكر قبل أي شيء، رسالة شكر على المجهود اللي قام به خلال الفترة القادمة، واللي إحنا مستنيين الأفضل. وبرضو في كمية مشروعات كبيرة هتتفتح في المرحلة القادمة. يعني عندنا مثلا أنفاق الإسماعيلية، دول نفقين موجودين على أرض الواقع، تم الانتهاء أعتقد من حوالي 80% منهم. والتكلفة بقى حضرتك تفرق، يعني شوف التكلفة اللي على أرض الواقع. النهاردة هتعمل نقلة تنموية لمحور قناة السويس وسينا، لتنمية سينا. فإحنا عشان نبدأ من سينا إحنا بنبدأ من على القناة. وحضرتك برضو إسماعيلية الجديدة من أهم مشاريع السيد الرئيس، إسماعيلية الجديدة دي حوالي 11 كيلو متر على طول خط القناة بعمق 2.5 كيلو. هذه المنطقة تستهدف 57 ألف وحدة سكنية.